الفواكه أفضل غذاء لصحتك، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والعديد من الفوائد، وما بتحتوي على سعرات حرارية كثيرة، لكن في بعض الأحيان تحتوي على نسبة قليلة من السكريات لكن طبيعية، اللي ما بتؤدي لزيادة الوزن، كما إنها تحرق أثناء التمارين الرياضية وبتساعدك على بناء العضلات. بفقرة Healthy Foods رح نشاهد بهذا الأسبوع ونتعرف على 5 أنواع من الفواكه اللي رح تساعدك في بناء العضلات وتخسر وزن بشكل سليم 100%. Number 5 الأفوكادو. فاكهة تحتوي على كمية كبيرة من البروتينات تصل إلى 13 جرام وتفيد لاعبي كمال الأجسام، وتحتوي على كمية كبيرة من الألياف اللي تعتبر مصدر رئيسي لدهون القلب الأحادية غير المشبعة. Number 4 التفاح. الكثير من الدراسات أثبتت أنه قشر التفاح يحتوي على حمض اليورليك واللي يزيد من حرق الدهون وزيادة الكتل العضلية، هذا مع نسب منخفضة من السكر اللي تفيد العضلات والجسم. Number 3 الكيوي. لما تسأل أي لاعب كمال أجسام من وين تحصل على فيتامين سي اللازم لجسمك، فطبعاً رح يخبرك بأنه البرتقال، وللعلم ثمار الكيوي أيضاً، فهي غنية بكميات من مضادات الأكسدة وتساعد على حرق الدهون أثناء الرياضة. Number 2 التوت البري. وجد الكثير من العلماء أن التوت البري وخاصة المجمد منه والمتواجد بكثرة في المتاجر الكبرى على ما يحتويه من مضادات الأكسدة، ويفيد الجسم في حرق الدهون وإنتاج السعرات الحرارية اللازمة لساعات التدريب. Number 1 الموز. الموز من الثمار التي تحتوي على الكربوهيدرات، ووجوده في وجبة الإفطار يعد تخزين الجليكوجين الخاص بغذاء العضلات، ويعتبر مفيد لتجديد مخزون الطاقة في العضلات، وهو مصدر رائع للبوتاسيوم اللي يقلل من تقلصها. يعتقد الكثير من الناس أن بناء العضلات والحفاظ على كتلتها يعتمد على التدريب فقط، وهذا الشيء خطأ. بالإضافة إلى التدريب، يجب أنه يتناول الإنسان أغذية صحية تساعده على الحفاظ على لياقته ونمو عضلاته، مثل الفواكه اللي ذكرناها بشكل خاص وكل أنواع الفواكه بشكل عام.